ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أهلا وسهلا بكم إلى هذا الفيديو الذي يحمل عنوان دراسة دالة لوغاريتمية للسنة الثالثة المقبلة على البكالوريا. إذا قال جي معرفة على من الصفر إلى غاية زائد ما لا نهاية كما يلي: بجيلي إكس تساوي ألان إكس ناقص زائد إكس ناقص 2 على إكس. سؤال أول قال أحسب، إذا واحد حساب النهايات. إذا ليميت إف لإكس، عفوا ليميت جي لإكس لما إكس تؤول إلى ما لا نهاية تساوي إلى ليميت إكس تؤول إلى ما لا نهاية لألن إكس زائد إكس ناقص 2 الكل على إكس. نعلم أن نهاية ألن إكس لما الإكس تؤول إلى ما لا نهاية هو زائد ما لا نهاية، ودالة كثير حدود على كثير حدود هو الدالة درجة الحد الأكبر درجة على الحد الأكبر درجة، إذا تساوي الواحد. إذا نهاية جي لما الإكس تؤول إلى ما لا نهاية هي الزائد ما لا نهاية. نفس الشيء ليميت جي لإكس لما إكس تؤول إلى الصفر بقيم كبرى بطبيعة الحال تساوي ليميت ألان إكس زائد إكس ناقص 2 على إكس لما الإكس تؤول إلى الصفر بقيم كبرى. إذن ليميت إكس ألان إكس لما إكس تؤول هي الناقص ما لا نهاية، وإكس ناقص 2 على إكس لما الإكس تؤول إلى الصفر بقيم كبرى هي أيضا ناقص ما لا نهاية. إذن ناقص ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية هي ناقص ما لا نهاية. السؤال الثاني قال ادرس تغيرات جي. في دراسة تغيرات الدالة جي يكفي أن نحسب المشتقة وننشئ جدول تغيرات. إذا نقول جي معرفة وقابلة للاشتقاق على من الصفر للزائد ما لا نهاية، أي على مجموعة تعريفها، ودالتها المشتقة هي جي فتحة لإكس تساوي. إذا مشتق ألان إكس هو واحد على إكس زائد مشتق إكس ناقص 2 على إكس هو مشتق U على V يساوي مشتق U فتحة في V ناقص V فتحة في U الكل على V مربع، مفهوم؟ إذا تساوي 1 في إكس ناقص مشتق المقام 1 في إكس ناقص 2 الكل على إكس مربع، وتساوي 1 على إكس زائد إكس ناقص إكس زائد 2 على إكس مربع، وتساوي 1 على إكس زائد 2 على إكس مربع، مفهوم؟ نلاحظ إشارتها أن جي فتحة لإكس أكبر تماما من الصفر. من أجل كل إكس إكس ينتمي إلى دي جي، هذا نسموه دي جي، أي إلى مجموعة تعريفها. لماذا؟ لأن 2 على إكس مربع من أجل إكس، لو نرسم الدالة 1 على إكس هي موجبة أكبر من الصفر على المجال من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية، إذن هذا مقدار موجب زائد مقدار موجب، بالضرورة جي فتحة أكبر من الصفر. إذن جي فتحة لإكس موجبة، إذا جي فتحة لإكس موجبة،
ما يعني هذا؟ أي أن J متزايدة على DJ. هو قال أدرس تغيرات الدالة J، إذن يجب أن ننشئ جدول التغيرات X من الصفر إلى غاية الزائد ما لا نهاية، عند الصفر الدالة G غير معرفة، إذن غير قابلة للاشتقاق عند الصفر أيضا، J فتحة ل X و J ل X. إذن قلنا J فتحة موجبة تماما، إذن الدالة J متزايدة عند المالانهاية، لما X تؤول إلى المالانهاية فإن نهاية الدالة تؤول إلى المالانهاية، لما X تؤول إلى الصفر بقيم كبرى نهاية الدالة J تؤول إلى النقص مالانهاية. إذن السؤال الذي بعده قال بين أن المعادلة، إذن قال بين أن المعادلة G ل X تساوي الصفر تقبل حلا وحيدا، ألفا محصور بين 1.4 و 1.5. إذن نقول الدالة G مستمرة ورتيبة على من الصفر إلى غاية الزائد ما لا نهاية، خلال البيان، خلال عفوا جدول التغيرات G مستمرة ورتيبة. إذن هي مستمرة ورتيبة أيضا على المجال 1.4 إلى 1.5، بما أن 1.4 1.5 هو جزء من المجال من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية، فبالضرورة مستمرة على هذا المجال. وبما أن J ل 1.4، لو نحسب J ل 1.4 تساوي بالتقريب إلى نقص 0.09، ونحسب J ل 1.5 تساوي بالتقريب إلى 0.07، أي نعوض 1.4 في عبارة الدالة، أي نعوض 1.4 في عبارة الدالة، أي ألن 1.4 زائد 1.4 نقص 2 على 1.4، بعد حسابها نجدها بالتقريب تساوي إلى نقص 0.09، أي أن J ل 1.4 في J ل 1.5 أقل من الصفر، أقل من الصفر. إذن المعادلة، إذن حسب نظرية القيم المتوسطة، إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة، فإن الدالة J تقبل حلا وحيدا، وحيدا ألفا، يحقق J لألفا تساوي الصفر، حيث ألفا محصور بين 1.4 وال 1.5. إذا قال ثم استنتج إشارة الدالة J حسب قيم X. إذن قلنا الدالة مستمرة ومتزايدة تماما على المجال من الصفر إلى غاية الزائد ما لا نهاية، إذن من الصفر إلى غاية الزائد ما لا نهاية X J ل X إشارتها. إذن الدالة مستمرة وحسب مبرهنة القيم المتوسطة تنعدم عند هذه القيمة. لو نلاحظ من البيان أو من جدول التغيرات، ألفا أين تقع بالضبط؟ تقع تقريبا هنا، إذن تنعدم. أقل من الألفا كيف تكون إشارة الدالة؟ تكون سالبة، بعدها تكون موجبة، مفهوم؟ إذن السؤال الذي بعده أو الجزء الثاني قال نعتبر، إذن الجزء الثاني من التمرين
نعتبر f دالة معرفة على الصفر إلى غاية الزائد ما لا نهاية ب f ل x تساوي واحد زائد x ناقص اثنان ألان x. السؤال الأول قال وقال سي اف منحناها البياني في مستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس او اي جي. قال السؤال الأول احسب نهاية الدالة اف، عفوا السؤال الأول قال احسب نهاية الدالة اف عند الصفر وعند الزائد ما لا نهاية. إذا حساب نهاية الدالة اف عند الصفر وعند الزائد ما لا نهاية. إذا ليميت لما الاكس تؤول الى ما لا نهايه ل f ل x تساوي ليميت لما اكس تؤول الى ما لا نهايه ل 1 زائد x ناقص 2 ln x تساوي. لو نلاحظ ان x ناقص 2 عند ما لا نهايه تؤول الى الزائد ما لا نهايه، وألن x تؤول أيضا إلى المالانهاية. إذن مالانهاية في مالانهاية تساوي الزائد مالانهاية، مفهوم؟ إذن حساب النهاية لما x تؤول إلى الصفر لx تؤول إلى الصفر بقيم كبرى تساوي إلى limit x تؤول إلى الصفر بقيم كبرى ل 1 زائد x ناقص 2 ألان x. إذن x ناقص 2 عند الصفر تؤول إلى الناقص 2، والألان تؤول إلى الناقص ما لا نهاية. ناقص 2 في ناقص ما لا نهاية تساوي الزائد ما لا نهاية. إذن قال ثم فسر النتيجة أو فسر النهاية عند الصفر، أي لما الإكس تؤول إلى الصفر وجدنا النهاية تساوي ما لا نهاية. ماذا يعني تفسيرها هندسيا؟ التفسير الهندسي أي أن المنحنى سي اف يقبل مستقيما مقاربا عموديا معادلته كم؟ x تساوي الصفر. إذن السؤال الثاني قال ادرس اتجاه تغير الدالة. إذن اثنين قال ادرس اتجاه تغير الدالة. في دراسة اتجاه تغير الدالة دائما نحسب المشتق وإشارته ثم ننشئ جدول تغيراتها. إذا نقول دراسة تغيرات F، إذا نقول F معرفة وقابلة للاشتقاق، F معرفة وقابلة للاشتقاق على دي اف اذا سمينا مجموعة تعريفها، ودالتها المشتقة هي الفتحة لإكس. لو نحسب مشتقة الدالة اف نذكر لا بأس ان نذكر بعبارة اف لإكس تساوي واحد زائد اكس ناقص اثنان ألان اكس. مشتق الواحد ثابت يساوي الصفر، مشتق U في V يساوي مشتق U في مشتق V زائد مشتق V في U. إذن يساوي مشتق الأول واحد في ألان X يعطينا ألان X زائد مشتق واحد على X في X ناقص اثنان. لو نلاحظ أنها تساوي ألان X
زائد x ناقص 2 الكل على x تساوي بالضبط إلى عبارة g ل x. مفهوم؟ أي أن الفتحة ل x تساوي g ل x. إشارتها أي إشارة الفتحة ل x من إشارة g ل x، وقد سبق أن ذكرنا بإشارة g ل x قلنا تنعدم عند القيم ألفا، قبل الألفا تكون سالبة وبعدها موجبة. أي نفس الشيء بالنسبة إلى g ل x f ل x، عفوا f فتحة ل x. إذن f ل x إذا كان المشتق سالبا فإن الدالة f متناقصة، وإذا كان المشتق موجبا فإن الدالة f متزايدة. حسبنا النهايات عند الصفر تساوي الزائد ما لا نهاية، ولما x تؤول إلى ما لا نهاية تساوي أيضا ما لا نهاية. الآن هذه f لألفا، f لألفا. ثم السؤال الثالث قال بين أن f لألفا تساوي إلى واحد ناقص ألفا ناقص اثنان تربيع الكل على ألفا، ثم أعطي قيم مقربة لF لألفا من أجل ألفا يساوي بالتقريب إلى 1.45. إذا نعلم أن ج لألفا قلنا تساوي الصفر، أي أن ln ألفا زائد ألفا ناقص اثنان على ألفا تساوي الصفر، ومنه ln ألفا تساوي إلى اثنان ناقص ألفا على ألفا. الآن f نحسب f لألفا، f لألفا عفوا نحسب f لألفا، f لألفا تساوي إلى واحد زائد ألفا ناقص اثنان في ألن ألفا. لو نأخذ عبارة ألن ألفا بهذا الشكل، إذن تساوي إلى واحد زائد ألفا ناقص اثنان في ناقص ألفا ناقص اثنان على ألفا تساوي بالضبط إلى واحد ناقص ألفا ناقص اثنان مربع الكل على ألفا، وهو المطلوب. الآن من أجل ألفا يساوي بالتقريب إلى 1.45 يكون f لألفا يساوي بالتقريب إلى 0.8. كيف ذلك؟ إذا نأخذ 1.45 ناقص 2 تساوي بالتقريب إلى 0.55، نربع النتيجة، نقسمها على 1.45 ونطرحها من 1 نجدها بالتقريب 0.8. إذا قال تالي x0 هو المماس للمنحني CF عند النقطة M0 ذات الفاصلة x0، وتالي x0 هو المماس للمنحني CF عند النقطة M0 ذات الفاصلة x0. اكتب المعادلة الديكارتية للمماس T. إذا نعلم أن المعادلة الديكارتية لأي مماس T، أي تالي x0 المماس عند x0، معادلته تكون من الشكل هذا، إجراج تساوي إلى F فتحة لX0 في X ناقص X0 زائد F لX0. إذا قال عين X0، إذا علمت أن تيلي X0 أي أن المماس عند النقطة X0 يمر من النقطة A إحداثياها كم؟ إحداثياها 2 و0. شوف الرياضيات، يعطي لك سؤال ألف، يعطي لك سؤال باء، أعرف بأنهما مرتبطين مع بعضها، راه عندهم علاقة
مع بعضهم، يعني السؤال الأول والسؤال الثاني كاين علاقة بيناتهم. الآن بما أن نكتب بما أن تيلي إكس صفر يشمل أ، يشمل النقطة أ، إذن معناه أ تحقق المعادلة. وش من معادلة؟ المعادلة تاع الممس. هذا مكان أ تحقق لي المعادلة تاع الممس. هذا أ إحداثيها كم؟ اثنان صفر، هذا إكس وهذا الإيكغريك. هكذا الآن صفر اللي هو قلنا إيكغريك، إذن صفر تساوي إف فتحة لصفر، أو إف فتحة لاثنين عفوا، إف فتحة لاثنين، إف فتحة لإكس صفر. إذن بما أن تيلي إكس صفر يشمل أ، معناها أ تحقق المعادلة. وش المعادلة؟ عندي إكس إيكغريك، إذن صفر يساوي إف فتحة لي إكس صفر في إكس، كم قلنا الإكس؟ في اثنين ناقص إكس صفر زائد إف لإكس صفر. الآن إف كم هي العبارة نتاعها؟ إف وراها العبارة نتاعها. إذن إف، إف عبارتها إذن نعوض الآن، أي أن صفر تساوي، نعوض العبارة تاع إف، ألان إكس صفر زائد إكس صفر ناقص اثنان على إكس صفر. الآن هذا هو المقدار تاع إف لإكس صفر، مضروب في اثنين ناقص إكس صفر زائد اف لي اكس صفر، عفوا اف فتحه، اف فتحه لي اكس زائد اف لي اكس صفر. الان اف لي اكس صفر كم هو؟ واحد زائد اكس صفر ناقص اثنين في الان اكس صفر. عوضت الان بالاكس صفر في المشتق، عوضت باكس صفر في المشتق الداله الان اكس صفر في اكس صفر ناقص اثنين على اكس صفر، وعوضت باكس صفر في في الداله. اذا عوضت في المشتق الداله وفي الداله اف. نواصل الان. إذن ومنهم وش راح يكون عندي؟ راح يكون صفر. وش يساوي الآن؟ ألان إكس صفر، نخرج إكس ناقص إكس صفر ناقص اثنين عامل مشترك، إكس صفر ناقص اثنين عامل مشترك. وش راح تبقى لهنا؟ راح يبقى ألان إكس صفر، ألان إكس صفر ناقص ألان إكس صفر زائد إكس صفر ناقص اثنين على إكس صفر. الآن هذه إكس صفر ناقص اثنين ها هي وين؟ خرجتها عامل مشترك، تبقى لي ألان إكس صفر، وهنا عندي اثنين ناقص إكس صفر، إذا أنا خرجت إكس نضربها في الناقص، إذا ناقص مقدار هذا زائد واحد. أي أن الآن نجيب لواحد نهاية، تولي ناقص واحد تساوي إكس صفر. الآن ألان إكس صفر ناقص ألان إكس صفر تساوي صفر، إذن تساوي إكس صفر ناقص اثنان في ناقص إكس صفر ناقص اثنان على إكس صفر. ومنه الآن ناقص واحد تساوي إكس صفر ناقص اثنان. الآن الناقص هذه تروح مع الناقص هذه، تبقى إكس صفر ناقص اثنان على إكس صفر. أي أنه عفوا هنا واحد، أي أن إكس صفر تساوي إكس صفر ناقص اثنان مربع. وبالتالي ننشر الآن، إذن إكس صفر تساوي إكس صفر مربع ناقص أربعة إكس صفر زائد أربعة. الآن إكس مربع صفر ناقص أربعة إكس صفر، أو ناقص عفوا ناقص خمسة إكس صفر زائد أربعة تساوي صفر. نحسب دلتا، دلتا المعادلة يساوي
25 ناقص 16 يساوي 9. إذا المعادلة حلين هما إكس واحد أو إكس صفر فتحة وإكس صفر فتحتين يساوي ناقص ب أي 5 زائد 3 على 2 ويساوي 4، وخمسة ناقص 3 على 2 ويساوي الواحد. الآن لقينا النقطتين اللتين يمر منهما الممس. إذا وش لقينا؟ لقينا النقطتين اللي يطلب مني الآن، قال بين أن تي إلى إكس صفر يشمل النقطة، تي إلى إكس صفر هو معادلة الممس، إذا يشمل النقطة الأولى اللي هي فاصلتها إكس صفر، ويشمل النقطة الثانية اللي فاصلتها إكس صفر فتحتين. الآن السؤال اللي بعده قال ثم اكتب معادلة كل منهما. الآن كتابة معادلة الممسين، الآن نسمي إجراج واحد، الآن نسمي إجراج واحد معادلة الممس الأول الذي يشمل تي لإكس صفر فتحة، أي أنه عند النقطة 4 أو عند الفاصلة 4 عفوا، إذا يساوي إف فتحة لأربعة في إكس ناقص 4 زائد إف لأربعة يساوي ألن 4 زائد 1 على 2 في إكس ناقص 2 ألن 4 ناقص 1. الآن تي لي إكس الممس الثاني عند النقطة ذات الفاصلة 1 يساوي إف فتحة لواحد في إكس ناقص 1 زائد إف لواحد ويساوي ناقص x زائد 2. الآن السؤال اللي بعد زائد 2. الآن السؤال اللي بعده قال أرسم المنحنى CF والمماسات. في معلم متعامد ومتجانس O E J. الآن في الرسم حاجة الأولى في الرسم نبدأ نرسم بالقيم، نرسم بالقيم اللي نعرفها. عندي X صفر مقارب، ها وين X صفر أو X يساوي صفر عفوا. الآن عندي معادلة المماسين، الآن Y 2 وش يساوي؟ ناقص X زائد 2، عند الصفر شحال يكون؟ يكون 2، وعند 2 يكون 0، إذا هذا المستقيم إيكغراك 1. الآن هذا إيكغراك 1. عندنا أيضا المستقيم الثاني الذي يشمل النقطة 0 2، يشمل النقطة 0 2، وعند 3 عفوا يكون بالتقريب 2، لأن هنا هذا إجراك 2. عدنا أيضا قلنا المماس يمس عند النقطة 1 ويمس عند النقطة 4 الفاصلة 4 عفوا، هنا وهنا. عدنا أيضا قيمة الحدية المحلية F لألفا، ألفا وشحال؟ ألفا 1.45، F لألفا بالتقريب 0.8، إذن هذه قيمة حدية. ها الآن الآن X صفر مقارب يمس المنحنى عند النقطة 1، قيمة حدية أن هذا هو سي اف. نرسم عبارة الدالة اف ببرنامج الجوجبرا أو عفوا ببرنامج سين كانون. إذا نأخذ عبارة الدالة اف، قال اف لإكس تساوي 1، أو نبدأ أولا برسم المماسات. إذا قلنا
معادلة المماس الأول ناقص إكس زائد إثنان، ونختار له اللون الأزرق، ثم نرسم المستقيم الثاني والذي معادلته ألن 4 زائد 1 على 2 أي زائد 0.5 الكل في إكس ناقص 2 ألن 4 ناقص 1، ونختار له اللون البنفسجي. إذن نضغط على أوكي لرسم المماسين. نلاحظ أن المماسين يمران بالنقطة التي إحداثياها 0 أو 2 و0. إذن بعد ذلك نذهب إلى رسم عبارة أو إلى كتابة عبارة الدالة F، قلنا هي 1 زائد x ناقص 2 في ألن إكس، ولتكن باللون الأحمر. نلاحظ برنامج السين كانون ينشئ لنا عبارة الدالة F. الآن لو نجعل الوحدة هي 0.5 يظهر لنا رسم سي إف، ونلاحظ أن المماسين يمسان A عند النقطة التي إحداثياها أو يمسان سي إف عند نقطتين، الأولى فاصلتها 1 والثانية فاصلتها 4. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة مع الأستاذ